لا مش مزبوط إنه بس الأطباء بيشتغلوا مع المنظمة، هيدا تصور خاطئ. فعلياً نحن بحاجة لفريق شامل من المهنيين لدعم برامجنا الصحية الميدانية، يعني نحن منوظف كمان ممرضين، ممرضات، وقابلات قانونيات، علماء أوبئة، صيادلة، وأخصائيين مختبرات، ومرشدين صحيين، وأخصائيين نفسيين. غير هيك منحتاج كمان لموظفين غير طبيين مثل الخبراء اللوجستيين ومدراء الموارد البشرية والشؤون المالية. الخبراء اللوجستيين لهم دور كتير كبير بالميدان. نحن منحتاج لمتخصصين بمجال البناء، هؤلاء الأشخاص بيكونوا مسؤولين عن بناء المرافق الصحية اللي منشتغل فيها. وكمان نحن بحاجة لمهندسين كهربائيين ليضمنوا أنه يكون دايماً في عنا كهرباء ويحرصوا على عمل المحركات مثل ما لازم. كمان نحن بحاجة لمهندسين ميكانيك لمتابعة النشاطات المتعلقة بإدارة المركبات اللي بنستخدمها بمشاريعنا وتأمين المواصلات. والمتخصصين بمجال المي والصرف الصحي والنظافة العامة هودي أكتر شيء منحتاجهم لتنسيق الأنشطة بمجالهم، بالتعاون أكيد مع الفرق الطبية واللوجستية. نحن بحاجة لمتخصصين بالإمدادات والتزويد، يعني supply chain, procurement, warehouse. لازم نكون قادرين نوصل الإمدادات الطبية للميدان وكمان بالعكس، وهالمختصين بيساعدونا أنه ننجز هيدي العملية بسلاسة. هلأ بالنسبة لمدراء الموارد البشرية والشؤون المالية، هن مسؤولين عن مهمات مختلفة شوي، تتضمن الشغل مثلاً على كشوف المعاشات، إجراءات التوظيف، تطوير الموظفين، وكمان مثلاً إدارة الشؤون المالية مثل الميزانية وتكاليف التشغيل اليومية. نحن عم نفتش على أشخاص يكونوا فلكسبل ويقدر يتكيفوا مع مختلف الظروف بسرعة. هلأ بفلكسبل نعني أشخاص ما بيخافوا من التغيير، مستعدين يشتغلوا بمحلات تختلف طبيعة الحياة فيها عن طبيعة حياتهم اليومية بشكل كبير. لازم يكونوا قادرين يتكيفوا بسرعة مع الثقافات والظروف المعيشية المختلفة وبيئات فيها ضغط شغل. لهيك لازم هود الأشخاص اللي بيشتغلوا معنا بالميدان يكونوا عندهم المهارات والخبرات المناسبة، والأهم من هيك إنه يكونوا جاهزين للعمل خارج نطاق العمل اللي متعودين يشتغلوا فيه. والموظفين اللي بيشتغلوا معنا بالميدان جايين من 100 جنسية مختلفة، لهيك نحن عن جد بدنا أشخاص قادرين يشتغلوا ببيئة متعددة الثقافات. في كمان إشياء تانية مهمة لازم تملكها قبل الانضمام للمنظمة، بالإضافة للغة العربية لازم تكون لغتك الإنجليزية أو الفرنسية قوية. وبيتطلب كمان العمل بالميدان خبرة إدارية، لأنك على الأغلب رح تكون عم بتدير فرق كبيرة. نحن بحاجة لأشخاص متمكنين من مهنتهم وعندهم سنتين على الأقل من الخبرة العملية، بلا ما ننسى الشهادة أكيد، وهيدا مطلوب لجميع المناصب. لازم يكونوا الأطباء متخصصين ويكونوا خلصوا الريزيدنسي تبعهم ويكون عندهم خبرة كمان بتخصصهم. بتساعد الخبرة السابقة على ضمان أنه تكون مهارات الطبيب وصلت للمستوى المطلوب، وبتضمن كمان الحفاظ على مصداقيتنا بالمجتمعات المحلية. هون أنا بشدد على أنه فترات التدريب المهني، يعني الستاج والإنترنشيب، ما بتعتبر بمثابة خبرة مهنية. تتراوح مدة البعثة الأولى بين 6 و 9 أشهر، من 6 إلى 8 أسابيع للأخصائيين الطبيين مثل أخصائي التخدير والجراحين وأطباء أمراض النساء والتوليد، لأنه هؤلاء الأشخاص بينطلب منهم يكونوا متوفرين على مدار الـ 24 ساعة طول أيام الأسبوع، لهيك بروحوا لفترات زمنية أقصر. كمان نحن بدنا أشخاص جاهزين يروحوا مهمات متعددة، لأنه منعتبر أنه تعيين موظف وتدريبه هو عن جد استثمار كبير للمنظمة، وبدنا نوظف أشخاص حابين يتطوروا معنا. اختيار المهام الميدانية مع أطباء بلا حدود بتعتمد على الاحتياجات بالميدان وحسب قديه بتلبي مجموعة مهاراتكم وخبرتكم هالاحتياجات. من المهم دايماً أنه تاخد فترة راحة بين المهمات، وهيدي الاستراحة بتتحدد مدتها لما بترجع من مهمتك الأولى. رح يتابعك ويدعمك مستشار تطوير مهني موجود بمكتب التوظيف
اللي بتنتمي لإله، وحيرشدك خلال مسيرتك المهنية مع المنظمة عن كل شيء بيتعلق بالتنمية الشخصية والمهنية. بتقدم منظمة أطباء بلا حدود عقد محدد المدة ومعاش شهري وتغطية طبية، وبتغطي كل المصاريف المتعلقة بالبعثة من نقل وإقامة، وبتعطي مبلغ مالي للموظف كبدل يومي خلال المهمة، وبتقدم لك فرصة تشتغل وتتحمل مسؤوليات بسرعة بالحالات الإنسانية الملحة وضمن البرامج الطبية المتنوعة، وبتهتم بالتطوير المهني الشخصي، وبتوفر مستويات مختلفة من التدريب لتطور حالك داخل المنظمة. إذا كنت بتعتقد أنك بتملك المتطلبات اللي بتخولك تشتغل مع منظمة أطباء بلا حدود، زور موقعنا msf-lebanon.org وفوت على العمل في الخارج وقدم طلبك، وما تنسى ترفق الموتيفيشن لاتر لأنها كتير كتير أساسية بالمرحلة الأولى من دراسة طلبك. فيك كمان تلاقي فيديو بعنوان تعرف إلى خطوات التقدم بطلب للعمل مع أطباء بلا حدود بصفحة الفيديو ليساعدك على تقديم طلبك.